هذا الحدث. عشان كده معانا على الهاتف الاستاذ هشام مرزوق منسق عام البطوله. استاذ هشام مساء الفل عليك. ذاب اخبارك ايه؟ كله تمام؟ وحشني جدا، اخبارك ايه؟ لا انت اللي وحشني جدا بقى، ودايما كده ايفنتاتك مختلفه، سواء كانت كره الجرس في وقت معين او سواء كان الدور الدبلوماسي ومشاركه الدبلوماسيين في حدث كبير كمان بيستضيفه النادي الاهلي، بجد حدث كبير. اولا انا بشكر حضرتك جدا، حضرتك يعني صاحب برضو دور كبير جدا، حضرتك بتستضيف الاحداث المهمه جدا دي، فانا بشكر حضرتك جدا. شكرا يا استاذ هشام، شكرا يعني لحضرتك. الو، شكرا لحضرتك، سامع حضرتك، اتفضل يا فندم. ما حضرتك فبشكر حضرتك جدا، وبشكر طبعا النادي الاهلي. يعني صراحه بطوله ما كانش هتقدر تتعمل بالطريقه الكبيره دي غير بوجودها في النادي الاهلي. نادي اسم كبير، مش محتاجه يعني الواحد يشرح. يعني صراحه النادي يعني فعلا مجلس اداره النادي الاهلي بشكرهم جدا، وبشكر المهندس خالد مرتجي صراحه يعني نسق معانا الموضوع ده من بدري جدا، عشان ان شاء الله نقدر نطلع حاجه كبيره، حاجه باسم، اول مره بشرح لحضرتك ان هي بطوله تكون باسم النادي الاهلي، هتبقى بطوله الاهلي الدبلوماسيه لكره القدم. تمام. فان شاء الله والاول مره يكون الحدث ده فيه 24 هيئه دبلوماسيه، وده رقم مش قليل يعني. بالظبط. فطبعا يعني الموضوع ما مش هينجح غير بوجود اسم كبير، اسم النادي الاهلي. وان شاء الله يعني البطوله تبدا يوم 13، واتمنى طبعا ان اشوف حضرتك، يعني ان شاء الله تكون فرصه كويسه يعني. طيب يمكن اكيد طبعا الاستاذ خالد مرتجي يعني منسق او مشرف من طريق الاهلي طبعا بيكونوا عضو مجلس اداره، لكن كنا سامعين بعض التفاصيل. طبعا الاهلي اكيد موفر كل الامور، لكن كنا سامعين ان الفريق او السفاره اللي هتكسب او الفريق اللي هيكسب من الدبلوماسيين قد تكون في بعد كده مباراه مع قدام الاهلي. بالظبط، ده اللي اتفقنا عليه. هكون في مباراة في قبل المباراة النهائية ما بين قدامة ونجوم النادي الأهلي، ضد يعني اللجنة اللي هتختار أحسن لعيبة من البطولة، من الدبلوماسيين هيشاركوا يلعبوا المباراة دي. ويعني طبعا احنا بنتكلم في إن البطولة دي ليها أهداف كتيرة، حضرتك عارف طبعا طبعا الأهداف بتاعتها، وخصوصا في وقت زي ده برضو بالكمية الكبيرة اللي بتشارك فيها السفارات والهيئات الدبلوماسية، ده برضو يعني بيدي ثقة كبير جدا للحدث زي ده، خصوصا ان هو يتعمل قبل بطولة كأس العالم برضو. طبعا فدي دي كأس دي حاجة العالم الدبلوماسية بقى، تعتبر زي مونديال بالضبط. لكن انا عايز اقول استاذ هشام، هل في بعض الفرق الدبلوماسيين لهم طلبات معينه؟ هم لعبوا السنه اللي فاتت وخدوا غمار نفس البطوله على نفس الملاعب، هل الامور هيبقى فيه مختلفه؟ في حاجات اكتر هنشوفها المره دي؟ في حفل افتتاح، في حفل اختتام، يعني بعض التفاصيل. اكيد طبعا هو هيكون في حفل افتتاح هيتعمل طبعا، يعني ده يعني بالعدد ده برضو حضرتك ال 24 السنه اللي فاتت كانوا 13 فرقه، ولما عرفنا ان الموضوع فعلا نجح جدا ولقينا ان العدد الكبير المشارك ده، ففكرنا فعلا ان احنا نعمل حفل افتتاح هيكون يوم 13، والحفل ختام برضو هيكون يوم 28 4 باذن الله، هيحضر فيه نجوم كتار جدا، إن شاء الله واحنا يعني يعني عملنا دعوه للاتحاد المصري لكره القدم ومنتخب مصر طبعا يكونوا حاضرين، وخصوصا ان احنا عندنا في سفره كمان هيكونوا مشاركين، بالظبط، على راسهم السفير الارجنتيني. فاحنا برضو قعدنا فكرنا طب بما عشان ان السفير طبعا هيكتور كوبر و بالظبط، تبقى قريبة شوي. بالظبط بالظبط. فبعد الحفلة إن شاء الله، بعد البطولة إن شاء الله هيكون في حفلة، يعني كله هيكون يعني متجمعين بإذن الله السفارات كلها. يعني حضرتك عارف إن إحنا برضو بعد ما بنخلص البطولة عايزين إن إحنا نجمع السفارات كلها، تبقى حضرتك عارف طبعا يعني طبعا دي فرصة كويسة تجمع جدا. رائع جدا وفرصة رائعة للتجمعات الدبلوماسية الكبيرة، خاصة كمان لما تكون تحت سقف النادي الأهلي. بالظبط،
طبعا يعني مجلس اداره النادي الاهلي يعني هو صاحب الفضل برضه في ان يكون العدد الكبير ده يكون موجود، ومجلس داعم صراحه للمشروع، يعني ما بخلوش يعني علينا في اي حاجه خالص، فانا بشكرهم جدا جدا. طبعا النادي الاهلي عمره ما بيبخل في هذه المواقف، لان زي لو حضرتك سمعت وانا بتكلم في البدايه بقول ان عائله الاهلي الكبيره لها دور مجتمع كبير ودور وطني، وهذا احد اركان ودور النادي الاهلي الوطني في توفير مثل هذه البيئه طبعا الرياضيه ومشاركه هؤلاء الدبلوماسيين طبعا على ملعب النادي الاهلي. دي حقيقه فعلا. فانا بشكر المهندس خالد وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن خطيب طبعا الداعم للقصه دي من اولها خالص، من اول ما بدانا ان احنا نتكلم ونجتمع. ف يعني عن طريق بقى حضرتك بقى بشكر مجلس اداره النادي الاهلي مره تانية، ويا ريت بقى كله يشرفنا يوم الاربعاء باذن الله، هيكون في مؤتمر صحفي وسياده السفير الالماني هيكون حاضر باذن الله، وكثير من السفراء هيكونوا حاضرين ان شاء الله عشان نتكلم عن تفاصيل البطوله ويكون في قرعه باذن الله. أشكرك طبعا الأستاذ هشام مرزوق منسق البطولة الدبلوماسية ويعني القائم بالتنسيق من قبل السفر.